نشكرها برشا اللي قبلت الرد والتوضيح معنا. مريم عزوز مرحبا بك. عسلامة، مرحبا بك خلود، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة إي إف إيه. شكرا لك مريم عزوز. حبيت توضيح من عندك الله. نظرا انه البارح واليوم ما نخبيوش على المستمعين، معناها الميساج قاعدين يخلطوا لك، الفيسبوك الكل يحكي عليك، تصاورك دي بوبليكاسيون، صفحات اغلبها للاسف الشديد فيها شعار او قريبه تدعي، يمكن انها قريبه من قيس سعيد ومن بعض الاطراف اللي كانت في البرلمان المجمد اللي انت بيدك شاكيه بهم. دونك توضح لنا الموضوع مريم عزوز في علاقه بالشكايه خاصه. تفضل. بالطبيعه يا خلود، انا نحب نركز قبل ما نبدا نحكي في كل شيء انه انا يعني الحمله هذه ماهيش جديده، الحمله اللي بدات هي بدات عندها اكثر من 3 سنين، من 2017 مباشره بعد ما انا عرفت شوقي طبيب، بعد يعني ما سمعوا بعض الصفحات، وهو كان وقتها على راس اول ما بدا في الهيئه الوطنيه لكفاح الفساد، بدا في 2016، احنا عرفنا في 2017. الحملات هذه كانت مفهومه ونعرفوا شكون اللي كان يقودها، وهذا كله موجود وموثق مع لي كابتور ايكران وكل شيء. يعني انا اليوم في 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 تواصل لنفس الحمله الممنهجه اللي بدات ضدي من 2017، يعني وفي في في بنفس التهويل بنفس الطريقه، لكن اليوم ممكن هناك مأسسة لهذه الحملة الشنيعة اللي بدأت ضدي أنا، مستهدفة مش في شخصي أنا، لكن في شخص أني أنا زوجة شوقي طبيب. وأنا عمري ما حبيت نحكي، وعلى فكرة بنحب نحط قوس صغير قبل ما نتكلم، راني ما نحبش التبرير، لن أبرر لأحد، لأني أنا اخترت طريق القضاء. وقت اللي جاو الناس اللي هما اللي عملوا علي الحملة وكل شيء موثق وموجود، وهما ما هم إلا مجموعة من العصابة وفاق مفسدين ووفاق مختص بالتشويه والسلب والابتزاز. انا نعني منقول ومستعده انه القضاء واستعديت، وهذا يعني كله موثق وموجود، كان يكفي اللجوء الى القضاء للاستفسار حتى تكون المعطيات والمعلومات رسميه بالنسبه للناس. نكررها، اني لن ابرر لكن سادافع عن نفسي وعن شرفي وشرف عائلتي لاخر رمق في حياتي. هذايا معناتها ما نقش فيه وما نجدلش فيه، وما عندي مش خايفه وما عندي حتى شيء يخوفني، لاني معناتها ابحث. وهذايا اش قلت انا وقت اللي توجه ماهر زيد لشكايه بيا وقتها في محكمه تونس، وهبط وسط الشكايه وكل، انا مشيت توجهت قلت لهم راني عندي شكايه بقيتها في الفيسبوك، وعيطت تفاجئوا الناس، تفاجئوا الناس المقربين الكل. قالوا لي وقتها مشيت للمحكمه، قالوا لي راه ما فماش، ما راعني الا من بعد قضب القضاء المالي، يقولوا لي فما شكايه، ما كانتش بيا انا فقط الشكايه، قضب الكل. انا نطلب انه الناس او المسؤولين على الاقل، الناس مش مشكل، لكن المسؤولين على الاقل، هذا الكل يقول فيه موثق وموجود، قدم بعديد من الشكايات ضد برشا مسؤولين وناس. انا في القط قلت لهم بربي اخذوا خدمتكم وحلوا البحث حقه، لانه الاشخاص اللي توجهت بالشكايات هذه هي ليست باشخاص يعني تنجم تؤخذ بالجد، ما همش ناس اللي نجموا ناخذوهم او سيريو. انا قلت هذيا دمينا ونفقعوها، رمينا ونفركوها كيف ما يقولوا في تونس، وخلي كل واحد القانون ياخذ مجراه ونحلوها المشكله. يقوموا بالبحث والتدقيق وكل بالطبع، وانا مانيش يعني مريم عزوز. البارح الرئيس الجمهورية قال أنا سأحفظ المقامات ولن أذكر الأسماء، ولكن رغم ذلك يلزمنا نقولوا اللي طالتكم حملة تشهير كبيرة جدا، هي متواصلة، ولكن البارح شيء كبير خليل. رغم ذلك أي تفضل تفضل مريم. أنا بالقطب الصبائي المالي قام بالأبحاث الكل وشافوا الجدار الملكيه، وهي الحكايه لا فما 100 مليار لا 100,000 دينار لا حتى شيء، معناتها انا ذنبي يمكن انه امي عندها ارض ورثها، ممكن انا بالتوكيلات اللي صححت امي كانت، يعني ما ندخلش في المسائل الشخصيه، لكن باش نحكي انا يعني كنت نصحح التوكيل يرحمها امي بابا، يعني كيف كنت يعني نمضي هذه الارض، موجود كل شيء موجود، يكفي انك تمشي للقضاء، تمشي للبنك المركزي، تمشي لمجلس التحاليل الماليه، حل كتاب، حلوا علي الكتاب يا اخي، ما عندي مشكل يا اخي. انا من هنا انا دائما نسعى ونناضل من اجل تطبيق القانون ودوله القانون والمؤسسات والعدل. شوف يا مريم، نسعى زاده في نفس الوقت ندافع على النساء ضحايا العنف، ونعتبر روحي اليوم للعام للعقل الرابع وانا ضحيه طحن وعنف ممنهج، ويعني
تعذيب معنوي ونفسي يسلط علي، يعني انك تكون الكرم تاعك موجوده في كل الاماكن وفي كل الفضاءات، يعني صباح وليل وهتك اعراض والناس الكل راهو يسير عليكم، راهو اللي يقبل الشيء هذا.